وطننا. يعني دائما أقول أن الوطن بحاجة إلى هذا النوع من البشر، والذين قادرين الحمد لله، أنا نعرف زملائي أعضاء التدريس وعضوات التدريس ما شاء الله عندهم هذه القيم. المطلوب أنك أنت تغرس، مش تقول أنا والله أستاذ رياضيات باهي خلاص نقال الرياضيات متاعي ونبدأ وخلاص. نو نو نو، لا لا لا، الوطن بحاجة. نحن في مرحلة استثنائية جدا جدا جدا، جميعنا يجب أن نكون دعاء، جميعنا يجب أن نغرس قيم ومهارات يحتاجها الوطن، وهذه فرصتنا. بين أيدينا مئات الألاف من الطلبة، تخيل الجيل القادم يطلع جيل رائع معبى بمهارات وقيم وطنية، ومعبى بقيم معتقداتنا، إسلامنا، احترام أنفسنا، احترام الآخر، تقبل الرأي، تقبل الرأي الآخر، البناء، التعاون، العمل الجماعي، هذه كلها قيم يجب أن تدخل في الأهداف. ولذلك كما ذكرت لك، تشخيص مجتمعنا ثم وضع أهداف. من تشخيص مجتمعنا سريعا بعد إذنك، على الأقل أنا أقول لك مرض بسيط جدا وخطير، مش بسيط أقصد سريعك، الجهوية مثلا والعرقية والقبلية، لا بد أن تكون ضمن شنو مناهجنا، محاربتها من أولى ابتدائي التالتة ثانوي، يطلع لك إنسان نظيف قلبه وعقله ونفسه ووجدانه من هذا المرض، نظيف، لأنك أنت 12 سنة ماشي معاه في محاربة هذا المرض، فيطلع لنا إنسان وطني، إنسان ينظر للأمازيغ والتبو والعرب ولا لا، تمام، والطوارق كمان كمكون ثراء، مكون إيجابي ثراء، تمام. أين نخلق هذه الأشياء؟ عبر المناهج، عبر المناهج.